السلام خويا، انا هو المتهم فؤاد الوقاد بالاغتصاب. هاد السيد اخويا لاحت عليا المنشف ديال الاغتصاب، انا ما عارف والو من هادشي. الدريه انا في العمر ديالي 25 عام، الدريه في العمر ديالها 12 عام، بحالها بحال اختي. كيف ما كنعتبر هذيك كنعتبر اختي. عيب، حشومه انا غندير شي حاجه من فوق ارادتي غنقدر ندير هذاك الشيء؟ لا، ما غنقدرش ندير. ود عائله ما غن... اصلا ما عنديش هذيك الافكار ديال بحال ماك. واليوم انا كنطالب بالحقوق ديالي. علاش هاد السيده شوهت لي السمعه ديالي وهذيك الهضره كامله ديال الاغتصاب وديال ما منها والو اخو؟ علاش باغا تنتقم مني؟ هي كدور كتقول فيها في الحومه، كتقول الله يتا غنغرقو. انا كتقول لي الاغتصاب، انا اخويا كنطالب بالخبره الطبيه. جيب لي الخبره الطبيه، ولا كنت انا متاكد عليا هادشي الدم طويل عليا. حيت اش اخويا هي جابت هاد الفرصه ديال العدنان، صافي قالت اللهم ندخل نجي مع هاد الفرصه. هي كدور عند بنادم كتقول لي والله تنغرقو، والله تنغرقو. حشومه عليها، حشومه عليها دير لي بحال ماك. والو اخويا، انا ما بيني وبينها والو، ما بيني وبينها والو. 20 عام وهي ساكنه حدي، انا عمرها شافت مني حتى كلمه ديال العيب، ولا هزيت فيها حتى عينيه والو. ما عمرها شافت مني شي حاجه خايبه. علاش بغات تعدى عليا وتنتقم؟ كدور عند بنادم كدا تقول لي والله غنتقم منه. حشومه عليها. جاو لي الدارك الملكيه، حاطه عليا الاغتصاب، حاطه على الوالد ديالي الكيف، حطت عليا سيرتيفيكا 26 يوم، حطت عليا التهجم جنويه. جات لي الدوريه داتني تصنتوا الاقوال ديالي، قالوا لي سير تتقدم تويا للمحكمه. تقدمنا انا ويا للمحكمه الابتدائيه في المحمديه، دزنا من قدام الوكيل، تصنت لينا، خرجني هذيك الساعه برا. علاش؟ كون كانت شي حاجه غيطلقني، لا ثابت عليا شي حاجه ما غتخرج. دابا اخويا ملي شافتني صافي خرجت انا وياه من تماك، رجعت دارت كدور عند بنادم كتقول لهم والله حتى غنحل ليه الملف ديال الاغتصاب. الشهود اخويا، عندي الشهود ديالي، انا الحومه كامله بغاتني نجيب لها، الحومه كامله نجيب لها. 16 واحد اخويا اللي عندنا في هاد الورق، هادو هذه الزنقه اللي قالوا لنا حنا نشوفوا نقولوا داك الشيء اللي قلنا اللي شفنا. ها هما ها الشهود اخويا، الدوار كامل اللي قال شي حاجه فيا الدم طويل عليا، وراه عيب باش توصلني لهادشي. وانا كنطالب بالحقوق ديالي، انا باغي نتابعها على هادشي اللي دارت ليا، باغي نتابعها. علاش؟ حيت هي راه كتنتقم مني دابا، انا خاصني نتابعها. وسخات ليا وجهي، وسخات ليا السمعه ديالي، تعدات عليا بزاف. حيت هادشي ما كيبغي الا الله. الله حشومه، عاش الملك. كلمة الأخيرة، أنا اللي كنطالب بالحقوق ديالي، وكنطالب بالحقوق ديال وجهي، وكن باغي أنا هادشي باغي مر نعد الرأي العام. عادي بنادم دابا عارفني عادي، ولكن أنا ما غاديش نقدر نخرج. ولكن الدراري عادي عارفيني، كيجيو عندي يريحوا معايا عادي. خوتي كلشي كيقولوا لي فؤاد إلا كانت شي حاجة حنا نمشيو معاك. غنشهدوا بالحق، إلا كنتي داير غنقولوا داير، ما دايرش ما دايرش. واليوم هي كتقول لي الاغتصاب، انا كنطالب بالخبره الطبيه، تجيب لي الخبره الطبيه الا كانت انا داير شي حاجه الدم طويل عليا. واليوم ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.